يعني مش هسيب الامر كده، لازم يعني تقرص حته كده شويه كده. انا عملت احصائيه على اخر 3 سنين للاهلي من موسم 2015 2016 و2016 2017 و2017 2018. شفت الاهلي اتغلب كم مره في الثلاث سنين دول، وشفت يعني الزمالك اتغلب كم مره. فعملت احصائيه كده بالورقه والقلم مثلا، فلقيت ان الاهلي مثلا موسم 2015 2016 او 2016 2017 و2017 2018 و2018 2019 اللي احنا فيه ده، ثلاث سنين الاخيره يعني. فلقيتها بالورقه والقلم كده، اعرضها يا سمير كده. موسم مثلا 2016 2017 الاهلي ما اتغلبش ولا مره. الزمالك اتغلب من الاهلي 2-0، واتغلب من الانتاج 2-1، واتغلب من المقاصه 1-0، واتغلب من سموحه 2-0، واتغلب الشرقية 1-0 لو تفتكروا، واتغلب من انبي 2-0، واتغلب من مقصة تاني 2-0، واتغلب من الاهلي في الاخر بجونين لو تتذكروا، يعني كان وليد سليمان واجاهي، اتغلب 2-0. في موسم 2017 2018 يعني عد كده 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 موسم 2017 2018 اللي فات الاهلي اتغلب مرتين، اتغلب من مصر مقصة 3-2 في السويس، واتغلب من الزمالك 2-1 بعد 10 سنين لو تتذكروا، والزمالك اتغلب من السموحه 3-0، ومن المقصه 3-1، ومن طلائع الجيش 1-0، ومن الاهلي 3-0، ومن المصري 1-0، ومن الاسماعيلي 3-1، ومن المقصه 1-0، ومن الاسماعيلي 1-0، ومن الاتحاد السكندري 2-1. يعني الموسم اللي قبل اللي فات اتغلب 8 مرات الزمالك، والموسم اللي فات اتغلب كم مره؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يعني في اخر موسمين الفاتوا اتغلب الزمالك 17 مرة، السنة دي الأهلي اتغلب من الاتحاد السكندري 4-3، واتغلب من الزمالك 1-0، واتغلب آسف من النجوم 1-0. يبقى في الثلاث سنين اللي فاتوا دول لحد دلوقتي السنة دي ما خلصتش يعني، لكن أنا بتكلم من سنتين وشوية اللي لعبناهم لحد دلوقتي، الزمالك اتغلب 18 مرة والأهلي اتغلب 3 مرات. فدي كانت إحصائية لعدد السنين اللي فاتوا والسنة دي يعني، أوكي؟ زي ما قلت لكم الحاجات اللي زي كده ممكن نبعتها كمان على الرسائل على الواتساب، مفيش مشكله، ونتكلم مع بعض ونهزر مع بعض ونضحك مع بعض، ودي روح حلوه على فكره، يعني الروح جميله ما فيهاش مشكله خالص، ومحدش يزعل منها. وانا زي ما قلت لكم لو حتى عندي اختلافات مع بعض الاعلاميين او المسؤولين، يعني لو فيها الحته ديت، لو نطلع يعني يبقى فيها هزار دمه خفيف ولطيف في نتيجه معينه ولا حاجه، حلو والله، جميل جدا. ولما تيجي بقى وقت الجد ولا حاجه هنا في مباراه الزمالك مع الهلال على كاس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قلت لقطه مضيئه جدا لجمهور نادي الزمالك، وجمهور نادي الزمالك ده على راسنا من فوق يعني. لكن هو ده الاسلوب اللي انا اتمناه حتى في المستقبل يعني. انت كسبت الف الف مبروك، ومن حقك تفرح وتعمل حفله او تعمل مش عارف اسمها ايه، بيحفلوا على ايه مش عارف ايه، كلام جميل في الاطار المقبول من غير التجريح ولا الشتايم ولا الالفاظ اللي هي مش بتاعتنا ولا تربيتنا ولا اسلوب المصريين في حياتنا يعني عامه يعني. لكن هي مدرسه بقى، ربنا يعني ان شاء الرحمن يعني باذن الله تعدي على خير. بمناسبه